هذا يسأل عن الصدقات من غير الفريضة، من غير الزكاة يعني. نعم يستحب للإنسان أنه يتصدق من غير الزكاة، زيادة على الزكاة. الزكاة هذه ركن من أركان الإسلام لا بد منها، وكذلك يتنفل بالصدقات، كما أنه يصلي الفريضة ويصلي النافلة، فكذلك يتصدق الصدقة الفريضة ويتصدق الصدقة النافلة، هو بحاجة إلى ذلك. نعم.